في خطوة غير مسبوقة، حكمت محكمة جنح العجوزة في مصر على الممثل المصري الراحل نور الشريف بالحبس سنة غيابيا وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالتزوير. وجاء في القضية أن نور الشريف كان قد رفع دعوى قضائية قبل مماته على المدعي حسام مهدي عويس مالك قنوات بانوراما، يتهمه فيها بتحرير تشيك من دون رصيد، لكن عويس حصل على حكم بالبراءة ورفع بدوره دعوى على نور الشريف يتهمه بتزوير توقيعه على التشيك نفسه، وصدر الحكم فيها على الشريف. القضية تحولت إلى أزمة قانونية خلال دقائق من صدور الحكم، بعدما ساهمت تغريدات ساخرة على موقع تويتر في مصر في إنقاذ الفنان، فجرى تأجيل الجلسة إلى 5 من كانون الأول لإثبات وفاته، علما أنه لا يوجد بين أوراق الدعوة ما يفيد بوفاته. مش هتنزل لما أفهم، لازم أفهم. ومع أن الحكم القضائي قضى بحبس الراحل فإنه لن ينفذ بالطبع، إلا أن المدعي يمكن أن يطلب التعويض فيلزم الورثة دفع قيمة التعويض من تركة الفنان.